مرحبا بكم على أصوات. ضيفة الساعة نبيلة منيب، الأمين العام لحزب الاشتراكي الوحد. من التصريح اللي قلتوا به، وكان عندكم تصريحات كثيرة أنا قلتها وغادي نرجعوا لها بالتفصيل، تصريحات في أداء الحكومة، ولكن نرجعوا للتصريح الأول. ملي جات حكومة نصيب حكومة عبد الإله المكيران، خرجتي وصرحتي وما كتيفاش تجيب التصريح، قلتوا بيان وقلتوا أنكم غادي تكونوا اليوم، أنا قلت الدرع الواقي، وأنتم قلتوا غادي تكونوا تصدوا لأي تقليص للحريات في المغرب. واش اليوم انتم واعيين انكم تصديتوا كتصدوا لهذا التقليص، ولا كتشوفوا ان كاين تقليص للحريات اللي هو موجود وانتم ما عملتوا والو؟ شكرا الاخت خديجه. بالطبع نحن كحزب الشراكي الموحد، المشروع الذي نحمله للمجتمع المغربي هو مشروع ديمقراطي حدثي، وكنظنوا بان الديمقراطيه الاساس ديال البناء ديالها هو احترام الحريات الفرديه والجماعيه. نعم. بالطبع نحن كحزب نحن في المعارضه، لا نعارض فقط العمل الحكومي، لأنه كيف قلنا سبق وقلنا بأنه الحكومة لا تحكم لوحدها، وقلنا بأننا نحن نعارض التوابيت اللا ديمقراطية ديال النظام في بلدنا. ولهذا فبالطبع نضالنا من ضمن النضال ديالنا ومن الأولويات التي نناضل من أجلها بالموازاة مع نضال من أجل إقرار ملكية برلمانية لنقل المغرب من ملكية شبه مطلقة إلى ملكية برلمانية ديمقراطية بالمعايير الدولية. نضالنا في الواجهة الأساسية بالطبع كيعني المسألة القضية ديال الحريات. إذا فهمناك اليوم وقلنا لك الحداثة، شنو كتعني بالنسبة لك نبيلة منيب؟ شنو هذا المصطلح الحداثة اللي كيقولوا به الناس بزاف ولكن ما كيعرفوش المغاربة شنو؟ في الحقيقة هذا المصطلح ديال الحداثة هو مصطلح شاسع وكبير. نعم. إلا بغينا نعطيه شي تعريف اللي يكون بسيط باش نوصلوا للمواطنين، هو مجتمع حداثي تعني اولا مجتمع كيحترم الحريات. نعم. مجتمع حداثي كيعني مجتمع كيعترف بالمساواه التامه بين المراه والرجل. مجتمع حداثي يقر بالمواطنه الكامله لكل المغربيات والمغاربه. مجتمع حداثي هو مجتمع اصلا مجتمع ديمقراطي، ماشي غير مؤسسات ديمقراطيه، ولكن ديمقراطات المجتمع وديمقراطات الولوج لكل الخدمات الاجتماعيه. ولا بغينا نلخصوه اكثر نقول بان مجتمع حداثي هو مجتمع يعترف بانسانيه الانسان، وانه مجتمع يضمن كل حقوق بدون تمييز بين كل المواطنين والمواطنات، واللي فيه بالطبع الاعتراف بالاختلاف. نعم. وانه كتسودو الثقافه ديال المواطنه والثقافه ديال الاعتراف بالاختلاف واحترام الراي. نعم. والراي الاخر. نبيلة منيب، انا اليوم كنسمع الحداثه كنسمعوا بزاف ديال الشعارات اللي زوينه واللي يقدر يتغير التفسير ديالها من شخص لاخر. بكل بساطه السؤال اللي يقدر يتطرح الان، اولا كنقولوا بانه مجتمع ديمقراطي، اولا خصنا شويه ديال التعليم ديال التمرين في الديمقراطيه. الان نتوما كتقولوا بانه هذا الجهاز اللي هو كاين، هذه الحكومه وهذا، فهي غير ديمقراطيه. كيفاش كتصوروا انه يعني واحد العدد كبير من المواطنين اللي مسجلين في اللوائح الانتخابيه صوتوا كيف ما هو العدد كبير، وتختار منهم بحكم الدستور رئيس حكومه اللي كيكون الحكومه ديالو، وداس كذلك وفيصل الاخير كيبقى البرلمان اللي كيختار كيقول واش هذه الحكومه تحكم او لا. كيفاش يمكن نقولوا انها غير ديمقراطيه؟ الديمقراطيه كتقتضي بالطبع ثقافه ديمقراطيه، اننا نعترفوا بالاخر. بالطبع حنايا كنحترموا الراي ديال المواطنين. لا تسمح لي، حنا كنعترفوا بالحق ديال المواطنين، وهذا حق مؤسس البناء الديمقراطي، انه صناديق الاقتراع، داكشي اللي فرزات عليه يجب ان نحترمه. ولكن قبل داكشي خاص هذه العمليه ديال الانتخابات، لان الديمقراطيه ما يمكنناش نختزلوها غير في الانتخابات. هذه العمليه خصها تكون نزيهه وشفافه، وقبل منها خاص يكون دستور ديمقراطي. علاش؟ لان الدستور الديمقراطي كيفترض فيه انه يفصل بين السلطات، واحد الفصل حقيقي بين السلطات بشكل ملخص ووجيز، انه في البلاد ديالنا نظرا للنظام اللي كاين خاصنا واحد الدستور اللي كيأسس القواعد ديال الديمقراطيه، اللي كتعني انه الملك يحكم، ان الملك يسود، وان الحكومه هي اللي كتحكم. الحكومه هي اللي كتحكم باش يمكن لينا نحاسبوا هذه الحكومه، اللي كاينش شي سلطه بدون ربط المسؤوليه بالمساءله وبالمحاسبه. السؤال كان محدد من المنيب على اساس ان هذه الحكومه خرجت من صناديق الاقتراع. انتم كحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد
كان عندكم حزب الشعب الواحد، كان عندكم واحد موقف الاول انكم كان موقف اللي هو قال انه موقف ايجابي، انكم عطيتوا اقتراحات بالنسبه للدستور من بعد مصاحبته. ملي كنتو كتعطيو الاقتراحات كنتو كتقولوا ان يمكن كانت خطوه ديمقراطيه. التراجع علاش؟ شوف الاخت خديجه، انا كنقول بان سنه 2011 كانت واحد السنه اللي هي متميزه، سواء على المستوى العالمي اللي عرف منذ 2008 واحد الازمه ماليه واقتصاديه مازال ما قادرش يخرج منها لحد الان، ولكن على المستوى الاقليمي المغاربي والعربي كاين واحد الرجه واحد الحراك اللي هو غير مسبوق. نعم. واللي اعتبرناه بانه بدايه نهضه ديال الشعوب، وشفنا بان رؤوس ديال الاستبداد طاحت في تونس وشفنا بان في المغرب انا باش الاستبداد اللي مازال طبعا هذا الشيء يمكن نرجعوا ليه ونشوفوا المسببات. نعم. ديالو لانه بالغ الاهميه. هنايا كنقول في المغرب حنا عندنا قلنا يمكن لينا ننتقلوا من واحد الوضع ديال لا ديمقراطيه الى ديمقراطيه بواحد الشكل اللي هو سلمي، وقلنا شنو هو الشكل؟ هو اننا ننتقلوا من ملكيه شبه مطلقه الى ملكيه برلمانيه، وقدمنا مذكره في هذا المجال. بالطبع ماشي كنا بوحديتنا، كانوا احزاب اخرى ديمقراطيه وتقدميه اللي تقدمت بهذه الامور، لكن احنا شفنا كيفاش اللجنه كيفاش كانت تشكلت وكيفاش الامور مرات وكيفاش كانت انه ما كانش واحد الامكانيه ديال وضع دستور ديمقراطي لاول مره في بلادنا. ولكن رغم ذلك نخرج الدستور ما اسسش لهاد القواعد، ما جعلناش نتجاوزوا هذه المساله ديال الملكيه البرلمانيه باش ندوزوا البناء الكبير ديال الديمقراطيه. جات انتخابات، انت السؤال ديالك حول الانتخابات. نعم. ونسولك سؤال ملي كتقول لا ديمقراطيه، ونرجع للسؤال اللي قالوا انس الفيلاني. الديمقراطيه كتنبني على مجموعه ديال التيارات اللي هي كاينه واللي هي موجوده في المجتمع وكتعبر على ارائها. حنا شفنا هاد الاراء، يعني احنا عندنا ديمقراطيه ديال الصور. لا بالطبع، يعني كاين اطراف سياسيه اللي هي تكون مشاركه. شوف على الاخ خديجه، لا بالعكس ابدا ابدا. ولكن خصنا الا بغينا نبنيو الديمقراطيه ما تكونش عندنا واحد التعدديه اللي هي صوريه. احنا عندنا الاغلبيه ديال الاحزاب صنعات احزاب، وانتم شفتوا انه قبل الانتخابات تكون الجيويت، الجيويت لا معنى له، جمع ناس من جميع الوان الطيف من اجل محاربه البي جي دي. شفنا الامور كيفاش مرات، لا شفنا المآن ديالو. ولكن اسمح لي انه ماشي، انا قلت لك ما يمكنناش نختزلوا الديمقراطيه في العمليه الانتخابيه. طيب. انها خاصها تاسس اليوم السلطات كلها تقريبا كلها، كاين واحد شويه ديال التوزيع ديال السلطه ولكن غير متكافئ. الاغلبيه السلطات ممركزه، شفنا كيفاش انه الملك هو الذي يعين في المؤسسات الاستراتيجيه الكبرى. قانون البرلمان صوتوا عليه مؤمنين الشعب بين مجلس الوزراء. الاخ انس مجلس الوزراء كيترأسوا الملك، وتما كترسم مرحبا السياسات الاستراتيجيه ديال البلاد. وعلاش لا؟ لانه في اسبانيا، في اسبانيا كاين الملك كيترأس كذلك مجلس الحكومه. لا. ولكن الفرق اللي كاين بين الدستور الاسباني والدستور المغربي هو ان رئيس الحكومه اللي كيستدعي الملك. هنا هنا الملك فهو هذا فرق شاسع، هذا فرق كبير. هذا فرق كبير كيبين بان رئيس الحكومه هو اللي كيترأس. بكل بساطه نبيل ابو الهول هو اللي كيرسم البرنامج ديالو. اذا كان اتفاق عليه من مجموعه الاطراف السياسيه كتكون ديمقراطيه. دابا الديمقراطيه واش حنا غنبقاو نتكلموا على ديمقراطيه مغربيه؟ كاين ديمقراطيه بمعايير دوليه معروفه. نعم. معروفه انه يجب فصل حقيقي للسلطه، ان يكون ديمقراطي بالشكل البريطاني البلجيكي اللي بغيتي، انه كتكون السلطه محدده في الدستور، لا ديال الملك اذا كان نظام ملكي، ولا بالطبع ولا كان ولا بلجيكا رئيس الحكومه كيخرجوا. ولكن عندنا سؤال بسيط، سؤال بسيط حاجه باش تعرف بان احنا عندنا امور اللي هي مخالفه جدا على هذه الديمقراطيات العريقه اللي كنتكلموا عليها واللي احنا بغينا نوصلوا النموذج ديالها. اننا عندنا المركزه ديال السلطه السياسيه بواحد الشكل قوي، ولكن واخا كاين شي شويه ديال اقتصاد غير متكافئ، ولا معنى له واحد رئيس الحكومه اللي ما عندوش السلطه. طيب. الكافيه باش ينفذ. بالاضافه الى هذا غنرجعوا لهذا الموضوع، كاين هنا عندنا في المغرب ربط ديال السلطه السياسيه بالسلطه. نعم. ديال المال والاعمال، وهذا الشيء ما يمكن لكش تبني به ديمقراطيه. غادي نرجعوا، انا بديت السؤال بالحاجه.